بعد الترئيس. ما هي انا رقصك وراح هنا العين بقى، هنا العين زي ما كنا بنقول لحضرتك في الاول، ان بتبقى الحاجات دي موجوده المدير الفني المفروض بيشوف الترئيسات دي سواء في اي ابلكيشن من الابلكيشن تبقى موجوده لتحليل الاداء، ويشوف اللي في التلت الاخير او في مكان معين هو عايزه، ويشوف بتروح فين. هل ما بيرقص بيرفع مثلا والمهاجم مش موجود، هل بيبقى ماشي لوحده ومفيش حد بيخش جنبه ويقرب له ويسيبه لوحده، كل ده بيبان بالعين. طيب نجري بقى مع بعض الجناح، حسين الشحات، اشرف بن شرقي، ولاعب الدور الثاني مصطفى فتحي اللي انتقل لسموحة في يناير ونقل نفسه ثلاثة بالترتيب ونقل فرقة سموحة لحتة تانية تمام. حسين الشحات أفضل جناح في الدوري بيهاجم بشدة. طب ده على طول في هجوم ومش في مستواه ومش في حالته. طيب تعال نشوف بقى رقم كده الأهداف المتوقعة والأهداف الفعلية. حسين الشحات كان يجب أنه يسجل 6 أهداف وفعليا سجل 6 أهداف. هتقول لي إزاي ده حسين بيضيع فرص كبيرة جدا وجمهور الأهلي بيلوم عليه، بس بيوصل كتير. انت بتفتكر انه بيضيع، طب ما تفتكر انه بيوصل كتير، ما تفتكر انه بيحاول، ما تفتكر انه بيتواجد في مناطق الخطوره، وما تفتكر انه بينزل بيغير نتيجه المباراه مباشره. صح وما تفتكر انه بياخد ضربات جزاء. فحسين الحقيقه لعيب كويس جدا جدا جدا. يعني حسين هو افضل لاعب في الدوري، افضل جناح في الدوري المصري يلي اشرف بن شرقي اللي كان المفروض يسجل 16، الاكس جي الاهداف المتوقعه بتاعته 16، فعليا سجل 12. ثم مصطفى فتحي الرئه الهجوميه العظيمه لفرقه سموحه، يعني صفقه هايله، كان المفروض اكس جي بتاعه الهدف متوقع 12 سجل 10. المراوغات كمان حسين عامل 33 مراوغه صحيحه، بن شرقي لعيب حريف 70، مصطفى فتحي 73. الحقيقه الارقام الهجوميه بدات تظهر وكانت مميزه جدا. يعني معنى كده يا ماني ان حسين الشحات واشرف بن شرقي احسن 2 لعيبه، والافضليه لحسين مش لاشرف. الافضليه لحسين قياسا للمباريات والارقام. على فكره اشرف بن شرقي جاله فتره بضاع كتير جدا برضه، وضاع ضربات جزاء وكان فيه هجوم. ترتيبه ايه؟ زيزو ترتيبه السادس. زيزو بيتميز بحاجه بس، يعني مراوغات عنده مش كتير. زيزو بيلعب كرات عرضيه كويس جدا، اكتر كروسر في الدوري بالظبط اكتر. بس الارقام زي ما رجعنا بقى للنقطه، انت عايز تجيب جناح، انا مثلا كنادي معين عايز اجيب جناح، الجناح ده عايز اعتمد عليه في كرات عرضيه. تبدا تفلتر وتشوف الارقام وتختار رقم الكرات العرضيه، مش هتبص بقى على مراوغات. انا مش عايز حد حريف، انا عايز حد يعمل حاجه معينه. صح. هنا الادوار، هنا اختلاف الادوار اللي بنتكلم عليه. احسن مهاجم احمد ياسر ريان، محمد شريف، عمرو جمال، تريولوجي طلع الجيش بقى. طلع الجيش عنده 3 لاعبين في افضل اللاعبين في كل المراكز. حقيقه تقدم هايل لفريق طلع الجيش. احمد ياسر ريان هداف الدوري 15 هدف، محمد شريف 11 هدف. ياسر ريان ومحمد شريف بيتقاسموا حاجه مهمه جدا، فينيشرز هايلين، معدل ضياع الفرص عندهم قليل، الكره اللي بتروح المفروض تيجي جول بتيجي جول. فدي حاجه. ياسر ريان كان المفروض يسجل 16 سجل 15، شريف كان المفروض يسجل 12 سجل 11. ياسر ريان راح للجول 61 مره في السيزون، شريف راح 45 مره. وعمرو جمال جاي الثالث. عمرو جمال بقى بيلعبوا فين بقى؟ في او ثلاثه الموسم الجاي هيلعبوا فين؟ الاثنين منهم في الاهلي والثالث يعني شريف فرود الاهلي، ياسر ريان وعمرو جمال معارين من الاهلي. بس يعني ياسر عارفين ان هو راجع، عمرو يعني في كده، بس في الاول وفي الاخر الاهلي له القدره انه يرجع ثلاثة، انه يبقى عنده افضل 3 مهاجمين محليين في الدوري. هات جناح بقى ساعتها اجنبي، ساعتها تجيب 2 جناحين اجانب، وعندك مهاجم، عندك 3 مهاجمين يلعب براحتك. فريق الدوري بلغه الارقام، فريق الدوري هو اللاعب الاول في كل مركز، محمد عبد المنصف حارس مرمى، افضل حارس مرمى في الدوري، حسن مجدي ظهير طلع الاسبوع يتغير، ده فريق الدوري الان الى الان، وكل اسبوع هيتغير، وكل اسبوع هيتغير طبعا قبل التعديل. محمد عبد المنصف، حسن مجدي ظهير ايمن طلاع الجيش، علي معلول ظهير ايسر الاهلي، قلبي الدفاع بدري بنون الاهلي، رامي صبري ام بي قلبي الوسط او لاعب الارتكاز حمدي فتحي، امام عاشور لاعب الوسط المساند، بلاي ميكر محمد مجدي افشه النادي الاهلي، حسين الشحات جناح يمين اهلي، اشرف بن شرقي من الزمالك جناح ايسر، ثم احمد ياسر ريان سيراميكا كليوباترا، مهاجم الدوري الاول الى الان. ولو عايزين نلعب 4-4-2 نحط محمد شريف جنبه ونشيل بقى اي حد. وده من بدايه من الدوري حتى لغايه مباراه امبارح، يعني مباراه النهارده مش داخله معانا. يعني هنقعد الاسبوع الجاي يوم الاثنين الجاي هنلاقي الارقام مختلفه وتشكيله مختلفه ان شاء الله، وهنلاقي شغل في الملعب مختلف. صح كده، نبدا نوري الناس ملعب.